محمد إسحاق، ماشي، من سكان الحلفاية طبعا. والله زي ما شايف انت، ده ممكن ده يكون خف وضعه من البيوت التانية، هو كسير وممكن لما ما يلقى حاجة يكون هو زي مثلا قروش وذهب، ده أكتر حاجة هم شنو بيفتشوها. لما ما يلقى ذهب أو يلقى قروش بيعمل شنو؟ بيقوم يقلب الدواليب دي كلها في الأرض، بيقوم يعمل شنو؟ سيارة، يشرب منها نفسين ويقوم يفكها في شنو؟ جوا الهدوم. جوا الهدوم يعني في اللي قدام كده في بيوت كتيرة محروقة، يحرق البيت كله. لو لقى مثلا شباب الشباب بتاع الحلة جو طفوا النار وكده، ممكن بالليل يعاود الكرة التانية دي بالأسلوب زي ده. بعدين أخيرا هسي بيجوا يجيبوا معاه النسوان بيجن الواحدة شايلة الصينية تحت السفرة الكبيرة رابطها في ملاية، يلا لا بتخلي لك فستان، لا بتخلي لك الاسم شنو بقى، هدوم الأطفال، أحذية لا مؤاخذة، شباشب، تياب، ملايات بصورة ما عادية. وأي وحدة طلعت ومشت خلت بيتها ومرقت عشان الحرب، وأنا بتمنى إنهم يجوا، لكن ولا واحدة ما حتلقى التوب البستورة، ولا تلقى الفستان البستورة، ولا الفستان اللي تلبسه زق، ولا الفستان اللي تلبسه بيتا، ولا الجلابية اللي بيلبسها الراجل. الناس دي لابسين هدوم الميت والحي، هم لابسينه، ما خلوا تياب، ما خلوا ملايات، ما خلوا أي حاجة بتخص المرأة ولا بتخص الرجل، هم خلوها بصراحة. يلا هسيت عنه وريت باقي البيت كله. الحمد لله. بس كده نطلع أول حاجة ونشوف نلقى ليه أنا طريقة زاد تطلع يعني. بسم الله. حي. يلا. تعال. هسيت طبعا ده كان يعني زي ما يقولوا دي صالة. بتخص عم حسين ده، الله يديه الصحة والعافية ويرجع علينا سالم هو وأولاده إن شاء الله. ودي ده زي ما بقولوا صالون كنا بنقعد فيه نحن وزوجته وجارتنا بهين اسمها منى برضو، كنا بنقعد وما شاء الله تلفزيون هنا ونضحك ونتونس. كان الصالون ده أجمل ما خلق الله، كان حاجة لطيفة ونظيفة وظريفة والحمد لله. حبيبتي جبتها ويا حبيبتي أنا، حبيبتي أنا إن شاء الله دعوت بالسلامة، هي أمها وحيدة أمها إن شاء الله يا ربي. ديل كبداتي، ديل حبيباتي، وديل البيت زي ما شايفوا لسه ما زلنا. هنمشي هسه ونطلع من غادي في حاجة اسمها مطبخ، هي اسمها مطبخ لكن أنت ما حتعرف إيش معنى. في حمام ما حتعرفه، في حوش ما حتعرفه. هسه حياة لا حول ولا قوة إلا بالله العليم العلي العظيم عليهم، ربنا ينتقم حقنا منهم. بقينا ما بنعرف إيش، حتى نفسنا ما بنعرفها. بقت عندنا فقدان ذاكرة، ضعف في الذاكرة، ما عارفين نعيش كيف. ما الحمد لله بجودك يا شخصي. يا سلام يا سلام، نحن كنا وين؟ نحن زي اللي قاعد في بير، وانا شالوك من بيرو بين الميتة والحياة كده صمت. عندي دي كتب دين طلعيها يا بنتي، دي كتب دين عن الاستهتار بكتب الدين. عينك شوف الاستهتار بكتب الدين، تخيل بس المنظر ده. ده كتاب دين، ده الاستهتار بكتب الدين، بس تخيل المنظر ده. حسبي الله ونعم الوكيل، مليار مرة حسبي الله ونعم الوكيل، الله ينتقم حقهم. يعني هسي ديل يجيبوا من وين؟ يعيشوا كيف ديل؟ تأسس بيتها، تقري وحيدتها، تعمل شنو؟ تلبسه في جسمها ما عندها. السوق كله التوب بتشيل أجعص توب من الوحدة من هناك، تمشي تبيعه في السوق هناك ب500 وب1000 جنيه. يا ناس ما في لبس، ما في شيء، ما في ملاية، ما في شيء. ده منظر، دي ما كانت بيوت، يعني أنا زي أنا مش هناي. حوشنا الأفلام بتحت الأشباح اللي بنحضرها في التلفزيون، أقسم بالله جسدت في الحقيقة. وعندنا في الحلفاية هنا بيجينا نخاف من أي بيت نخش، ولسه ما زال. وحنمشي نوريك ونشوف البيوت، لا خلوا الحي ولا الميت يا أخي، لا خلوا الحي ولا الميت، وحتشوف رب العالمين موجود في كل البيوت الحمد لله.
الحمد لله. ده منظر، ده منظر. دي هسيبه ابانا، دي ده باقي من موتر، وطبعا الموتر اللي حدثت بها لسه مطوب عليهم. هاي شنو كده حب شنو كده الوطن بتذكر لحد تسي عينه شالوا طروف طروف ما خلوا فيه اي شيء. ده البيت اللي كان جنة، البيت اللطيف الحلو، جمع الجيران، ست الحلوة، ست المنطق وست الاسلوب. شوف وصلنا لشنو. انا ما عارفة حي هل حيجوا من برا، هم اللي حيموتوا ولا نحن، هم اللي حيجون صدمة ولا نحن. نحن بنبكي عليهم وبنبكي على البيوت الفاضية، بنبكي على دي كانت حاجة ما عادية عملوها، ونضحك ونتونس فيها، نجي نشرب الشاي نحن وجارتنا البغادي. أتمنى منه نيجي، أتمنى من ربنا كله نيجي، يجوا اخوتي دينا مع بعض، خلينا نبني بيوتنا ونصلحها، كلنا نساعد بعضنا ونرجع كما كنا. وده امتحان من ربنا وتخطيناه، وربنا كريم علينا وعليكم وعلى كل إنسان تعب، وأي إنسان مرض من الحياة اللي نحن عشناها. تعالوا شوفوا معانا احنا قاعدين، هدونا بس منكم انتوا شويه عشان تروونا، هدونا اللقمه منكم عشان تشبعونا، هدونا الكلمه الطيبه منكم عشان تخففوا علينا، والحمد لله. نحمي Artlist.io. محمد آدم من سكان الحلفاية، سكن الحي الرابع الموقع ذاته. أنا طبعا في أول البداية تحت الدخول الدعم السريع ده ما كنت موجودة هنا، كنت في بربر لأني كنت متزوجة لي 5 شهور، كنت قاعدة هناك. جيت في نص المشاكل حاليا، ويعني الموضوع كان صعب يعني بالنسبة لي صعب شديد، لأنه أنا أول مرة أشوف مناظر زي دي، ضرب ومشاكل وقفلوا الناس في البيوت، ويجوك الساعة 2 صباحا يقول لك تفتيش، يدخلونا في البيوت جوا يقفلوا علينا، ويجوا ينهبوا في الحاجات، لخلوا عربية، لخلوا تلفونات. نحن حاليا في بيوتنا لا زور شال لي تلفون، ما في، بس اسمع صوت الرصاص والناس اللي بطولك بالحيط، قوم 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 وتفتيش تفتيش، وعشان يقعدوك مسافة وحشوا يقول لك خو اطلع خلاص كملنا، اطلع طلعونا في الحوش. تاني نقعد 2 3 ايام موالنا نشتغل كده شغالين، يعني تعبنا تعب شديد والله، تعبنا تعب وجوع وعطش وزلة وإهانة طوال اللي احنا شغالين كده. يجوك مار في الشارع ينادوك تعال هنا ماشي وين، وين إثباتك كده بالطريقة دي، يعني يرجعوك من الشارع يقول لكم امشي بيوتك ما تحوم لينا هنا. يا هم شفتوا انتوا في الحي كله عربات مكسرة محرقة كده شغالة، ونهبي بس في الحلة بس كده ما خلي
والله بنسمع انه هنا في حلية انا ما سرقوا بنات، لكن في باقي المناطق سرقوا والله واغتصبوا بنات وكده يعني. يعني انا حلتنا دي اغلبيتها كلهم هربوا يعني، جروا من يعني، خايفين على بناتهم على عرضهم ومشوا ما قدروا يقعدوا. احنا من اهلنا ضمن ذاته نسافر، لكن احنا عشان عدم الجيش وكده ما قدرنا نطلع. بنسمع احنا في مناسكات ماتوا كتير والله، كتير ماتوا والله. عندنا هذول الناس دل في الشارع البغادي دل خشلون جوا والله، ماتوا من أجل ابن بناتهم والله، دل يختصبون بنات يعني، مش بنا فتوات يعني متزوجات، لكن برضو ما خلون، دل يختصبون ماتوا. عندهم نسيب وعندهم عم وعندهم أخون والله، قتلوا قتل شينا خلاص، أي واحد قتلوا في جهة. الدموم دي تخش لما قلت أرت السفرق من الدموم، قتلونا وقتلوا أبون برضو يعني، أسرة كاملة كلها قتلوها والله. وياد برضو كان يعني في الطريق في السوق كده، ضربته الشافعة الصغير ده مسيرة، وسيفه قاعد في مصر والله، ضربته المسيرة بيقى كل يوم يعمل في عمليات مسكين. لا بالحمد لله بعد جيسس الوضع استقر، وإحنا بقينا نشم العافية ونرقد والله الحمد لله، عشنا في أمان وسلامة لحد الآن ما في أي عوجة، وإحنا فرحانين شديد والله بوجودهم معانا، وربنا يخليهم ويجازيهم في أي حاجة سواها معانا. لا الحمد لله بيقى متوفر والله، يجيبوا لنا في أي شيء نطلبه منهم، ما قاعد يقصروا معانا، يجيبوا لنا الموية البرامج دي كلها، يجيبوا لنا الموية النظيفة بتاعت الشرب يوميا بيجيبوا لنا والله، ما قصروا والله الحمد لله. لا شغالة التكاية شغالة والله، شغالة يجيبوا لنا الأكل والشراب ما عندهم مشكلة والله، إلا في حالة إنه أمواد كملانة ممكن يطلبوا يقولوا دارين مواد، لكن المواد فيه ما قاعد يقصروا معانا والله. العلاج ده عندنا دكتورة هناك يعني، مرات لما يودونا لهم بتدينا علاج يعني، لو عندها لو عند ما عندها بنشيل الروشتة بنديها لجنابه، بنقول له ده في العلاج الفلاني كده، إحنا دايرينه ما شاء الله بيمشي يجيبوا لنا والله، أي علاج بيجيبوا لنا يعني، ما قاعد يقصروا معانا 100% والله 100%، ما عندنا مشكلة الحمد لله. الاسم اسمه نظام الدين أحمد عبد الله، من سكان حلفاية الملوك أبا عن جد. طبعا قاعدين في الحرب دي هنا، بدت خدت لي مرقة بسيطة كده وجيت راجع تاني الحلفاية، هو بفضل الله توفيق من الله ثم الناس الداعمين لي، ربنا يجزيهم كل خير. كنا مشرفين على التكايا زي ما انت شايف هنا، الحلفاية احنا هنا عندنا 7 تكايا تندعم بصورة مباشرة من غرفة الطوارئ البحري، والأهل فعلينا الخير ربنا يجزيهم خير. أنا من المنبر ده بشكر كل من ساهم وشارك وساعد ولو كان بالدعاء في المساهمة في الشغل بتاعنا بتاع التكايا في حلفاية الملوك هنا. طبعا الوضع اللي كنا بنشتغل فيه قبل الحصار يختلف بعد الحصار، كان بيتلاقينا صعوبات في نقل المواد والتخزين، حتى طريقة الشغل في السيستم أو الديناميكية بتاعت الشغل كانت بتختلف، لأنه يعني شوية كده الوضع كان آمن ما يعني غير آمن زي ما أنت عارف، لكن يعني الحمد لله يسي شدة وزالة، وإن شاء الله حنواصل في العمل بتاعنا. ده بالنسبة للتكية، كمان عندنا كم باب نحن بالنسبة للخدمات، عندنا القطاع الصحي كنا شغالين شغل بتاع إصلاح بيئي، لأنه الفترة اللي فاتت دي كان عندنا الحمى حقة الضرك زي ما أنت شايف، ممكن توريهم هنا العرق المبيدات أو الطرمبات حقة الرشي. دي بالنسبة للبيئة. عندنا تاني الجزء بتاع الخدمات هو الكهرباء، الكهرباء زي ما أنتوا عارفين أو أنت عارف عصب حياة، الناس بتشتغل بالهيترات و إلى آخره. عندنا تيم ربنا يجزيهم كل خير، كانوا مسؤولين من الموضوع بتاع الكهرباء والخدمات، الكهرباء ما برا، حتى المويه برضو والله عندنا تيم ساهم ومشارك في المويه دي، والحمد لله عندنا زي 7 آبار خشت الشبكة القومية والناس استفادت منها استفادة شديدة. دي عبارة عن مويه سمحة أو مويه حلوة يعني، عزبة تشربها ما فيها نسبة حق الملوحة، والحمد لله نقول شدة وزادة ولله الحمد منها. ربنا والله يا أخي الدعم السريع كانوا صعبين يعني، كنا نحن كنا بنلاقي والله يا أخي صعوبة في التعافي، زي ما قلت لك ندس المواد في جيب المواد في الشغل ذاته يعني، لكن طبعا السجاج ده شغالين ببراحنا يعني، ما في زوسة إن الفريق كبير شديد يعني، ما في فريق ما في علاقة بين شتان بين هذا وذا، زي ما قلت لك الحمد لله شدة وزالت ما
دعم السنة كان الوضع صعب، بس مع حد ما خش الجيش لله الحمد والمنة الوضع بيختلف اختلاف توتالي، ولله الحمد والمنة. الرحمن الرحيم. الاسم وهبي عبد الله جاد الله من سكان حلفاية الملوك الحي الرابع. المهم طبعا بعد ما جات الحرب دي وزي ما شايفين الأوضاع اللي كنا فيها والحمد لله، يعني المهم عانينا ما عانينا ونحمد الله كثيرا يعني على اجتياح الجيش ودخوله لمدينة الحلفاية وكده. فبراكم لسه شايفين يعني مدى الانهيار والكسير في بحثه كثيره جدا جدا، يعني ده جزء من الصايد بتاع حوشنا نحن هنا. تفضل. صار الطيران دي حاجات كثيرة جدا جدا. نرجع كده العربات دي كمان تعبونا فيها تعب. اما بالنسبه للعربات دي طبعا يعني تعبونا فيها تعب شديد جدا جدا. في اليوم لو قلت لهم بيجي 20 30 40 50 واحد من الدعامه وكده وبدا، لكن الحمد لله يعني كان عندنا اخواتنا كده رحمه الله عليه يستدعون كان لهم بالمرصاد وكده. المهم يعني تعبون وتعبوه هو بالذات تعب شديد جدا جدا. يا هو لغاية اللي حصل الآن اليوم يعني الأيام اللي فاتت، لكن الحمد لله غايته. لكن المهم يعني عشنا ظروف كانت غاسة شديد جدا جدا. الحول والي يعني والله العظيم عانينا ما عانينا، يعني حاجة كده لا 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 الواحد لا يتصور أبدا. كانت لا ما كانت في خيال ولا كانت في حلم ولا كانت في أي شيء. الحمد لله هي يعني إرادة المولى عز وجل، يعني ربنا راضي إنه تقوم الحرب دي ويحصل ما يحصل بالنسبة للمواطن السوداني. فالحمد لله في النهاية يعني سلمنا، يعني ربنا إن شاء الله يجمع الشمل الناس المشبوعات وكده من الأهل من الأصدقاء من الجيران من كده وبتاعه، وإن شاء الله يحصل وفاق يعني بالنسبة. والله يا أخي طبعا جيت الجيش أول شيء يعني هي
مسألة كانت حجمها كبير جدا جدا، الحجم بتاع الهول بتاع دخول الجيش. يعني أنا واحد من الناس قلت كان أخونا وضح كان بيكلم فيني يا أخي الجيش لسه كان هنا، قلت له وضح تقول كلام غير يا زول جادي، قال لي جاد والله 15 نفر وكده. المهم بعد شوية فعلا ظهروا بتاع، يعني مسألة الحمد لله يا غايته الحمد لله يعني. لكن مسألة المهم بعد ذلك حصل تحول كبير جدا جدا حتى في المعنويات بتاعت الناس المواطنين الموجودين من اخوان واخوات وكده وبتاع، والحمد لله يعني يعني الحال بقى افضل كثير جدا جدا، وناس الجيش لحد الان ما هم مقصرين يعني من اغاثه ومن اكل ومن شراء وكده، زايد الطمانينه ذاته بالنسبه للمواطنين. يعني الجيبان بقت مفتحه رغم انه مفتحه ومكسره كانت من قبل وكده في الفترة بتاعت وجود الدعام وكده، لكن الآن الحمد لله يعني الوضع مختلف تماما خالص خالص. يعني الروح طيبة جدا جدا، العساكر بصورة عامة ناس كويسين خالص خالص، يعني طريق السلام وكده ومتحركين وكده. والله يا أخي ما في كلام زي ده، هو إشاعة ما عنده أي نوع من الصحة أبدا أبدا، والإشاعات فيها كثيرة جدا حقيقة يعني، لكن ما عنده صحة يعني ما عنده صحة. والله هو كان فيه يقال انه ناس الجيش قتلوا الناس، وقبلها كان بالنسبة للطيران انه بيضرب ضرب العشوائي وكده، اللغاويل هي طبعا كثيرة جدا جدا، وخاصة الحروب يا اخوان هي كده هاي الاشاعات فيها كثيرة جدا جدا، ممكن تكون بنسبة عالية جدا جدا الاشاعة من الحقيقة وبتاع. بعد ذاك انت كزول يعني عايش وسط الحرب بعد ذاك بتقدر تقيم وتغطي الأوضاع المأساوية اللي عايشة أنت والزول ما عايشة، أو الزول المشاهدة في الشاشة مرئية أو السامعة أو كده. والله يا أخي بالنسبة للجيش كنت خش الحلفاية كويس، هو الدخول والحلفاية كان ليلة الأربعاء وخش الخميس، ما يعني ناس من المواطنين ما في كلام زي ده، كنا بنحس بيضرب كده كده مطلع الفجر كده لغاية جهة الساعة 8 و8 شوية وكده. بعد ذاك حسينا في تحركات داخل الحارة جوا، يعني من الدعامة وكده وبتاعه منتشرين وكده وبتاعه، صوت التبادل الدائرة النارية كان زايد شديد جدا جدا يعني في كل الاتجاهات، يعني حتى فوق انت قاعد كده او راقد تيت بتاع تسمع تشيو تشيو كده، يعني مثلا كانت مريبة جدا جدا يعني. لكن الحمد لله لكن الجيش كده اضرر لي مواطن ما، بس اللي هو كان الاشتباك بتاعه مع الدعامه، والحمد لله هم الدعامه يعني زي ما بيقولوا هربوا ومشوا يعني شرق الحلفايه وابعد انا ما ادري وكده، دي استراتيجيه بتاعت الجيش وده شغله يعني. تمام. انا اسمي همسه الجميل وموجوده هسه حاليا في الحي الرابع الحلفايه. والله احنا عشنا حالات صعبه شديد يعني توترنا وكنا خايفين، وكانوا بيخشوا على الناس اي حاجة عايزينها بشيلوها، يعني ممكن حلتك انت طابخة يجوا يشيلوها، شاشتك انت بتحضر بها يجوا يشيلوها، انا شالوا بلايستيشني اي حاجة عندي شالوها، لابتوبي تلفوني اي حاجة بشيلوها، يعني بس اي حاجة في بيتك بتعجبهم بيهددوا الناس بالسلاح بضربوا الرصاص جوا البيوت، يعني ما خلوا حاجة ما عملها. لكن الحمد لله جيش جانا وأسع قاعدين معانا، والله قاعدين يجيبوا لنا الأكل بيجيبوا لنا أي حاجة. نحن طبعا السوق من الجيش جي قفلوه، لكن بيجيبوا لنا وجبات بيجيبوا لنا أكل، مرات بيعملوا قراص أي حاجة بيجيبوها لنا الجيش، والله ما قصر معانا. ونحن الأطفال بدون المربى بدون أي حاجة عايزاها، والله كلهم بيجوا كل يوم بيدقوا الباب بيزعلوا عننا شوفونا بيزعلوا عن صحتنا، ونقول لهم نحن كويسين الحمد لله، لو ناقصنا اي حاجه بنكلمهم. حتى عندنا هنا كم تكيه ساعدوها وجابوا التكيات الحاجات المواد التموينيه اي حاجه جابوها، العلاجات والله جابوها. هسه اخوي كان عيان عندهم ملاريا جابوا له ناس الجيش، لكن قبل ناس الجيش ما يجوا العلاجات يا هون موجوده هنا الصيدليات، اول ما كسروها الناس مش شالت الادويه، يعني كان احنا شلنا ادويه اي زول عيان بنمشي الصيدليات، حتى مرات بيلاقوك في الشارع يقولوا عمنك، او مرات يلاقوك في الشارع يقولك انت جاي من وين ماشي وين بطاقاتك. حتى الاولاد كانوا بيرحموهم بيدقوهم بشيلوا مثلا اي زول بيزعلوا عن بطاقته كده. اي كتير هنا عندنا جيراننا قتلوا 3 اولاد، وهناك في الحلة جنبنا قتلوا ولدين، يعني قتلوا الناس
حتى نحن ضربوا لنا رصاص هنا وقتلوا الناس والله الأطفال والله نحن أنا ما حصل يعني سألوني مرات بيقولوا لأمي مثلا نسأل بنسوق منك وكده لكن ما ضربوني حصل مرة ولا هبشوني أيوة في حصل في الحلة الثانية ساقوا بالتين سرقوهم لكن أهل الحلة يعني قاموا ومشوا لناس كبار وقعدوا يكوركوا أهل الحلة بسبب كانوا دارين شو العربية ساقوا بالتين أي كان نحن من السكان شغال لكن لو جو مثلا هون جاعوا جو في البيت داخلين لقوك شادي حلة وهم عجبتهم الحلة طوالب شيلوها وبيأكلوهم والله أنا ما عارفة معلومة زي دي لكن ما حصل مرة قالوا سرقوا حاجة من التكية أيوة ولد ما يطلع الشارع كتير نحن من العصر يعني من بعد العصر كده الوقت مغرب شوية ما في طلعة لا ولد لا بيت لا مرة لا طفل ما في زول يطلع أولاد عندك بطاقة ما عندك بطاقة ما تطلع من بيتك ممكن يجي يسوقوك أو يقتلوك أو يعمل لك أي حاجة إذا ما عندك هوية